بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذه يا بسلام يا حلي بانزا شرفت له برلمان كفدر لك سوماليا يحمنا أقل كسر قدونك وانكبل الله يسلام انتبا مضي عن المرويين ذلك أن مريم مرحلة أبار أدو علس إيستو ضدك سوماليا إن كبدا هم اللي يسدح بقول سوماليا أي وحي أيهين ما أنت هوس جوغان قد أبارات هوس هرسانة مركو حان إلهي كرجيني إن أبارت نغسارو لما أنت إن إنا نقر منو آدي آدو حان نقوم هاد علنية قدون كبارلمان وكوري جي قدق أبارها لعبتي مشارحين تنسكوت وحان كالو الرباء إن كده واجيو أن أسود ويو قان كي درت كصباحي محكمة عالمية عدالة كصاب سنة حكم كالحريرة قان قادش لا أم حكم قادشة لحريرة نمر كنودح أن نجي دور دكينيا وحنادي آت هوس وحريقة إن محكمة أي اعتمادي وأي قان كي كودستي استفجرت كي لو كن يستقال كي أنسدحني سومالي أنا ما أنتو النقضي نفط كلية محكمة الهرجيو كاسو يكون مدنيا سيد حراليا قرن كصومال أو شيء ده كي هوش أصقالي الشرف الكرامة كون مدنيين وعسى وحال لو رحوا ماذا إما شرحين تقارن سكوديان إني ككل ومستان بيع على وارن تسلح حريرة وحال ربعنا جودة قالوا برنامج كي جسي ياسدات أنت أنا جودة قالي طبعا برنامج كي وحال يا سكوتشي هاد أيام أن أفافية أنتي عن كمبين كجلس هالكي برال صادافي لما أنتي نجعنت أيقوضة هيستان إسكتشي وحوي عن إسكتشانو ما ها يقول لي إسكتشي عن ربعين عن كجوابه إيساوته كأنتي هذه أمة مسلمة هذا أول نقول القرآن كأن الكريم كا آيات قرآن وحكو جرتا هاد وحوق ساري إسكتشي كا هكاس أيام كسر دراندري فلسفة إسكتشي آيات درس عن ربعين إلا وداقو آيات وحكا هذا إسا نبقرو ليا دالقرنين وأسقوا مسافر أو سعداء أيوه كصوب بعي قال إيه كلا دات سنتهاي كتوالي سنتهاي كتحال صدر مكلا مركزه وحوي ديستين إن إلهي أي كم جنجالان أسقنا أو كعاويو إن أي سبت ودسان إن يأجوج وماجوج وحيد مسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ولمن كان يأجوج وماجوج تاب نوجد سيكون هذا وحلالي وحربتنا عن كسين وقرشة وقال قرش في هيستة هنتدي هيستة وعور بهيستة لكن يكون عليه قان لأن أستغن محوق جوابي قال ما مكني فيه ربي خير إلهي وحو إسيو إما كني أي إيه خير بدن فاعينوني بقوة أود إيه ساعدة إذنك ولماذا مركب حيث القرآن كفسرة دل قرنين قال هذا أعاوي وحبكم مسو كرين أنه قان هين آتوني زبر الحديد وكذا إيه كان زبر الحديد آتوني وحكيني أنا وأيجا زبر كحديد كواحد يستنا وأيجا حتى إذا سوا بين السدفين حولها خال فخو أفوفا وح أفوفا ينا وأيجا حتى آتوني أفرق عليه قطرا إيه كانوا يرى أيضا نبي عيسو جواني سأم كشوفه وح وح صوتن سميني أو تلعبت قادي أو زبر كهيست أو ود هيست أي حديد كهيست وحيل هاي انقرض ويمي لكن أستجو حوكا نكري هو جان وعما أنت عن ماشان متعجنا أنا جرجع إلى متك وهو جانك ذلك دين تين هو جانك ذلك وحي أولادهاي مرجع ريفرنسي أولادهاي هذا كور نبي يوسف يقول اجعلني على خسائل الأرض إني حفيد عليم وهو شاك تلا وصف وضعه وحنا وحفدي أقوانه ولايا معني أمانه يحفد الوضب ولايا أي شاكتي قبلي أنا وحيتي الملكي أبيل هذا نبي موسى كور رميس وحيتي استأجره إن خيرا من استأجرت القوي الأمين لكن متك وياك بذوعي بغردي الصبا حكومة جرت اليمن وحنا هذا قوم أفر لواتن كمشارحة تختم عيد إن يستنقبر كجري لكن الدين كان هبل عظيمة أسوه جامية جرو الدين تسلم تنا كور رمين مركز وحي كنت رأيت وقول إلى تشان إذا مركي الوشة إن النبي سليمان يملك يسي أو كسوس عضو أي وحي تري ما كنت قاطعة أمرا يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون وحي تري إيه فضو هذا قوان إذيك اللي أنت المقاتل طب دعينا تشاني زدت كيف تلو ذاك تلو ذاك نحن دكتي وحي تري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون إذنك وحي تري
إيه ورما قوان مقاطع إذن كلاعنتين مركا قرآنكو نفتي سوى ليهي وحكوصة ليسان أرنتاس أيضا وحكا لو كسيم عبسبة نبي سليمان فقروها ملك إلهي سيد مالكو هو هتوت كيوهي هتوت شمبر ليلا مركا سوعيل مالي الله أرى الهدودة أم كان من الغائبين ورنكي هدود كان محاكو بعويل هدود كي مالي ربو كله انتين انتو صابحه وحكيري أحط بما لم تحد به وجئتك بسبأ من نبأ يقين waxaad iga garanay waa ninkii boqortooyada ilaah intaas la eegsiiyo wuxuu yiri waxaan ka warheey baan ka soo warheley oo waxaan arkay naag sabab la yiraahdo dhubban xukuntaas soo arkay nabiga isma waan loo yiri bal iyo waran hududu warkiisii maani ma xusineysa nin mulki iyo nabinimo ilaahay siiyay oo shimbir wax ka dhageysanay maani inaad awooda daadaysaa diinta waxay ku tusaysaa inaad ku takrifalin dadkan aadan xaqirin oo aadan ka dhageysan oo aad yareysanin nabi muuse markuu yajcalni wasiira min ahli haaruna akhi هارون أو وزير إيجاده يرو ولاك يا إلهي هو ودي صوره هو أفصح مني لسانه يرو وإيقف ساحد بدنيه معنى ذو هو كرتي أنا أنا يستنوه يستوعب بعد هذا إنه حال واركي هو ككرتي اللي تكليه ربان دين تنو عين لا ذا ميت كع كرتي بدن هاد سو يا قاتتاس ديمقراطية قلبتك وما أنت أول هكلا تاجي ناقلتي من ما ذهوا هنا أما براي مينستر هو أركت هاي إنه حافيس كيس كقرا من أسي كليته إنه كقرا وعدت هاي sawtu accountability ee xisaabtana u taagan mudanyaal iyo marwooyin dawlad markaan fasireyno waxaan ilaahay Soomaa ama qaran markaan sheegayno waa isdhex galiya inta badan waa dal iyo dad iyo xukun waxaan rabaa inaan ka hadlo xukunki xukunkana waa labo xukunka waa sovereignty waa siyaasadda maanta waxaan rabaa inaan si sax ah ila wadaago aan weydiyo ma hayna anaga siyaasado ama madax banaani mana hay qaran madax banaan hadaan Soomaalinahay su'aasha ma jirtaa loo taasa madax banaanidan laba loo qaybiyaa mid gudaha ah oo dawladdu inay leedahay legitimate monopolies of finance wax liiraado awoodda dawladnimo inay gacanta ku haysato oo ay ciidanka nabadgelyada iyo booliska ay shaqeynayaan oo maxkamadaha ay shaqeynayaan oo dawladda amarkeeda oo hirgelayay soconayo ma haysana ma haysana madax banaanidu waa mid dibadeed oo inaan xuduudaheena ka difaacna cadawga territorial integrity ee Soomaaliya la ilaaliya من نبدأ إلى الإلالية إركا يبدأ يقولك ولا قد دفاع ما هي سنة عيدا كاس ما هي أمي صوما نهر انتا إني شغيا وما انتا إنه أقول له حدودين أمي صوما إلى لسا ما نحبناني لأننا أمي صوما إلى لسا لبالعصم ما هي سنة وعارو إنا هنتا ما انتا أنسكو شاقنو أن اسكو ورانسي أن ماشا أن جوغنا وقورنو أن ملكا لأوتقنو ما نحبناني لأننا أما صفر انتقينا ما انتا أنا يقعنت إنه أقوم جرتو تاسا كنتي إن لما أنت المركز إسقابنا أنا حالنا أكل دعوونا وإن جو يجي أنا حالنا سنة دي بران كش غينا إلا تلي وهلا وذا إن ما يسوى مرتين ما أحد كأيو إنك هل كابلو سوى الدعوة ذا هل كلو سوى أرور وهالكاس إن ما أحد كورق بتان ولا إنا صوت أجا عنتك وما هي سنة أو ودني إما ذح بناني ذني منا وأن ذي عنا هدانا ما ذح بناني ذي هيني المركز الدولي إني ما دي ولي جعنتك وما هين لكن ودده دي أنا هنا ما ها كان الدولي إنا جعنتك وينين madax banaanidii ama siyaasadii qaran ama sovereignty way qaybsan tahay qayb Jubaland ay taala qayb Puntland ay taala qayb Galmudug ay taala qayb Hirshabeel ay taala qayb Xamar ay taala ee baarlamaanka awoodda ee siyaasadu way qaybsan tahay ma kari karna inaan awood dawladeedinta yeelano aan siyaasadii iyo sovereignty soo celino hal meel isugu keeno waa kar weyn 17kii sano dawladda ku meel gaarka lisay waxaa la yiri hal wada hadal بدلkeedii waxaa la yiri wada hadal ha lagu keen ha lagu soo celiyo sovereignty ama siyaasadii qaran waxay u baahan tahay waarun in wada hadal lagu soo celiyo u baahan tahay maadaama dawlad awood leh oo siyaasadii iyo qarannimadii hanantaa meesha ay isin joogina maxaa bedelkeedii imaaday hal wada hadal siyaasadii loo keen waxaana kaloo haysanin ciidankan amniga qaranka waa ka xumaa taliyaashi inay joogan laba suugida iyo booliska intaba iyo military intaba ilaa hadda ciidankeena مصروف كيسة وحاب بحيه ده شيشاية إن ده أنا كقرصنا وأغنه مشار كيسة شيشاية اللي بيسوقها ما دعي كرتان بسوق الدين هذه مشار كيسة شيشاية كسوقيس أو تاجرين شيشاية كسوقيس أو دخاليه ده شيشاية كسوقيس إن بسوق القرن نقطة ما دعي كرتان ما دعي كرتان سيدا كلي كوي ما كرتان وحواي إن النجاح هنانو ما بحكرنا مشاكل إن بس جدوا بحكرنا بل في الميزانية ده اللي سهرت لي السنة كي الله وكل اللي حدي هي مدي سيدكم الجار كان الله كاني إن بس جدوا سومالي أنت كل هذا يفيري إذا كحوق ذلك سومالي أنت كل هذا يفيري الميزانية بوليس كسومالي أنت كل هذا الميزانية يفيري
ناشي بعلي حتى كور جبي وحير مريكنك وحن قرمدي مدوبي وحن يدهن خلي مريك ما تهين مركز يجلس الجواب وعيدهن مصروفك مأمورك وبحشاه وما هاللوج مرمين نكم مصروفك بحية أيام مأمورك اللوج مرمين وحدوة هذا ما كرمنا إن وجهنا حق هذا بتاعه وإن تاسك وجهنا مدر هذه مروين قلبك سدح هذا ماشي على وحيته هاي برلمان كأنه كيس قالت إيكي تمنات إيكي كوري لكن كيسي ولي واسكسي واسكمت هذه سيد الله فالجلا هي سياسة سيد الله معمول هاي هنانك سياسة سيد وحلو يلا لما أنتوا واسك هل وحنو يسنا واحد صوت تاسك كأنه وحيته هاي إن يسنا هين organized politics wax ilaahay siyaasad sideedaba waa danta guud la maree anagana dantii guudnooma nidaamsara 2016 hadda ku soo biirtay qof walba wuxuu ku joogaa individual capacity macnaheedu shaqsigiisa baarlamaanka ugu jira ma matalo xisbi siyaasadeed ma matalo group siyaasadeed ma matalo ideology siyaasadeed ma matalo dan siyaasadeed hadaan siyaasada la organize gareynina way adkaanaysaa inay siyaasada macna yeelato waxay ku wareegi doontaa intii meel ku wareegi jirto ah madaxtooyada xafiiska ra'iisul wasaara iyo baarlamaanka intaas u bay ku wareegi doontaa ma fidi doonto awoodda siyaasadeed siyaasadna ma socod doonto halkaas ay ku xayirnaa doonta arinta siyaasada qodobka saddexaad wuxuu aan rabo inaan taabto barnaamijkay isku tashi waad haysataan qodobada ayagoo qoranay ku jiraan laakiin anigu waan kor maraya kaliya waxay tahay waa arimaha dibadda Soomaaliya waxay ku taala meel muhiim ah adduunkan muhiim waa laakiin waxaad moodaa hadda in ahamiyadeedu soo baxayso waxaadna aad u sii ogaanaysa marka tiraa xilka madaxweynaha raba Soomaaliya bal dadka Soomaaliya daneeya aad maqlaysan in inta madaxdi la wado dibadda la geeynaayo la weydiinayo jooyskooda madaxweynimo inta la isaga yeelayo xagga la iska wacayo interview la iska qaadayo in kama qarsana waa ogtiin waxa keenay maxaa waa siyaasada bariga dhexe ee markasta siyaasada gobolkan ee geeska Afrika ku xirantay siyaasadii gobolkii dhaxa waxay noqotay mid la isaga baxay sayle isaga baxay awooddi siyaasadeed ee garantorka ka ahayd ee daaminka ka ahayd ee bariga dhaxa siyaasadeed ku dhisnayd dawladda Mareykanka ee dawladda Mareykanka ayada go'aansatay inay si tartiib ah uga sii wato bariga dhaxa marka xoogig tartamaya ka soo baxay oo Iran weyn tahay Turki dhinac taagan tahay Saudi oo la sunniga Islaamka hoggaaminaya iyo wixii raacsan iyo wixii lamida tartankaas ka jira bariga dhexe wuxuu ku soo dhacay ku soo gadoomay geeska Afrika ayadoo awalba geeska Afrika oo kamid aha meelaha ugu xasaradaha badan gobolka adduunka ugu xasaradaha badan saddex meel la sheegaa waa halkan geeska Afrika anaga aan deganahay Balkaniska iyo bariga dhexe tartankii wuxuu keenay in lagu tartamo Soomaaliya in kama qarsana inta dawladada rabta inay Soomaaliya military base ka hesho ama military mal saldhig military ka hesho ma qarsana loolanka taagan ma qarsana dawladaha jaarka ee sida qaawan ugu tartamaya doorashada Soomaaliya mid qarsan ma aha laakiin maxaan u baahanahay hadii Saudi iyo Iran iyo Turki iyo Qatar iyo Ethiopia iyo Kenya iyo Masar iyo dawladaha gobolka dhow iyo gobolka fog oo dhan ay ku tartamayaan awoodda Soomaaliya ay ku tartamayaan iyo qof walba inuu Soomaaliya ka helo meel uu salka dhigo waxaan u baahanahay hoggaamiyaha marxalada soo socda imaadoona inuu noqdo hoggaamiyihiisa furan yihiin inuu noqdo hoggaamiye miisaani kara geopolitics ka lagu hareereysa hoggaamiye ka warqaba loolanka siyaasadeed ee gobolka dhow kan dhaxa iyo kakfo ka dhaxeeya ee Soomaaliya ku jiheysan ma aha hoggaamiye meeshi looga yeedh dhagtiisa maqlaay ma aha hoggaamiye qariska tuur inuu noqdo oo qariska tuurnimada waa wixii diilay diblomaasiyadda Soomaaliya dhexdiisa la soo dhaafay mana aha hogamiyi inuu noqdo iska hiiraacayo oo meeshi looga yeero farta looga fiiqay tagayo ma iyo waxa laali wixii sayix la yiraahdo qalin ku jiidaa wuxuu u baahan yahay hogamiyi isku miisaami kara danaha kala duwan ee gobolka iyo mid adduunka isku miisaami kara inuu yahay ayaa loo baahan yahay waxaanu haysanaa mudanyaal mar weyn hadaan u soo noqdo qodobka ugu muhiimsan waa u doomariyay laakiin waa midka kowaad ugu muhiimsan waa xasiloonida siyaasadeed xasiloonida siyaasadeed san ku heli karnaa annaga Soomaali hadana waxaan isku haynaa siyaasada musharax kastana waa ka dhawaajiyay laakiin siyaasadii hadda waan gabal gabalaynay ayadoo gabal gabal ayaan goobo kala duwan ku haysanaa waan isku jaalinjeere gareynaa oo jiqaan isaga dhignaa markaan rabno seen lagu keeni karaa taas ayaa muhiimadda ay tahay waxaa lagu keeni karaa in la dhiso nidaam siyaasadeed heshiis lagu yaalo
sida aan la socotaan dastuurka ku meel gaarka hal qodob laga ma taaban qabiy tirkiisii wadanka wax walba qabiyo waay in aan la socotaan waay wadanka wax walba waa qabiyo dastuurkii weli lama qabiyo tirin awoodaha siyaasadeed u dhaxeeya maamul goboleedka iyo dawladda dhexe waxa sheegay dastuurka maamul goboleedada waxaan ognahay inay ku dhismeen hanaan siyaasadeed iyo waaq siyaasadeed laakiin sharci baarlamaankan ansixiyay kuma dhismin maanta ma ognahay ما لها وحل إلى هذا اللي قالت فرامو أما كونستيوشنال مانديت هي ستان مجرو وعيوب هاين هذيك بعد إن هي شان وعيوب هاين إن جراجوال بروسيس وحل بحا يو كم يلقارن مدى دولة قبلات كان إلا سماعي ما عن كالفرنو أي قارن دولة قبلات بوحدة أو شروطي الدستور كو سي أي شان وعيوب هاين تأين لك وضع هذا وعنوب هاين النظام كحزبية بدل إن أن كانو سي سياسة سياسة حزبي يفكري أيديولوجي كل سنة ونغطو aan ka baxna siyaasadda qabiilka iyo naadernimada iyo tolaysiga aan ka baxno oo adduunka oo waa hore ka tag qodobka saddexaad u baahanahay waxa waaye inaan dib u eegno mar kale oo si dhab ah aan u fiirino nidaamka federaalka ah oo haddeertaan annaga waddanka aan ku keenay wuxuu ku yimid heshiis siyaasadeed wuxuu u baahan yahay inuu u dego heshiis bulsho inuu noqdo arrintaas mar kale aan hoosta ka xariiqayo nidaamka federaalka wuxuu ku yimid heshiis siyaasadeed wuxuu u baahan yahay inuu u dego heshiis buso iyo heshiis dastuuri inuu noqdo u baahan yahay waa laga maarmaa arrintaas maxaan annaga markii isku tashi aan hadaan nahay maxaan haynaa hoon soo bandhigaynaa waxaan aaminsanahay ciidanka xoogga dalka soomaaliya marka lagu daro nabadsugidda marka lagu daro booliska marka lagu daro ciidamada kale asluubta kulli iyo marka lagu daro amisom intaba kontonku kore u dhaafsan yihiin konton kun oo ciidan ah waddankan joogta waxaan ognahay kontonkaas kun oo ciidanka ah inaysan weli ammaankiina soo celin xasiloonina keenin kala dambeyntii sharcigiina aysan keenin maxaa ka qaldan marka aniga ma rabo inaan wucuud baana inta inii sheegi dhahdo saasaan yeelayaa iyo xaggaan dhisayaa iyo xaggaan dhisayaa sababtoo ah dowladnimadu waxna waa bays waa arkaantay ku taaganta waxna waa dowladda markay dhisanto waxa la rabo inay qabato inayna seeka qaldamaan maaha dowladnimada afar arrin ay ku taagan tahay haddaan la helin wax ma qaban karto caafimaadna wax kama qaban karto waxbarashana wax kama qaban karto jidadna ma dhisi karto dhaqaalena ma abuuri karto haddayna arkaanteeda afarta iyada ay ku taagan tahay marka hore aan la taagin afartaas rugni maxay yihiin waa amniga daakhiliga waa inaa ciidankeedii booliska iyo nabadsugidda iyo nabadgelyada iyo maxkamadaha ay dhisan yihiin oo dowladdu ay leedahay awood ay sharciga ku meelmariso canshuurna ay ku qaadan karto ciidankeeda qaranka inuu dhisan yahay oo siyaasadda iyo madaxbanaanida qaranka u ilaaliyo ayaa loo baahan yahay dunida hadda aan ku noolnahay carabta waxaa la yidhaahdaa laba dowlad keliya iyo bariga dhexo dhan isku dar laba dowlad keliya dowlad ka ah waa egypt iyo tunisia sababta u yihiin maxaa waaye rajiimka wuu isbabedelaa laakiin dowladda way taaganta midda labaad waa maxay qodobka labaad waxaa waaye inaan helno biyokarasigii shaqaynaya maamulkii dowliga ah waad ogtihiin hadda warqad xaafiis ka baxda oo xaafiis kale ku dhammaata waxaan ku ammaanayaa waxaa ugu roon guddoonka baarlamaanka runtii ma horteeda inay fadhiyaan laakiin inta kale physical communication is-arag shaqsiga lagu wada shaqeeyaa prime ministerka madaxweynaha wasiirada ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha madaxweynaha waxa kulamada tirada badan ay u socdaan waxaa waaye biyokaraasiya aan shaqaynaynin macnihii biyokaraadiyadii dowladeed aan shaqaynaynin taasna waa rugniga labaad ee dowladdu inay ku istaagto loo baahan yahay waa ciidan amni daakhili waa ciidan khaariji oo ilaaliya sofrantigeeda ciidankii qaranka ilaaliya madax banaanideeda waa biyokaraasiga inay dhisan yihiin justicy cadaaladii markaa fiiriso miisaaniyadda budjetka cadaaladdu waa meesha ugu dhaqaalo yar xaafiis kastaa ka dhaqaalo badan cadaaladda waxaana sugaynaa garsoor inaan dhisno way adag tahay garsoorkaas inuu dhismo aad u adag tahay maxaa marka ciidankaas soomaaliyeed inuu dhismo hortaagan dhowr qodoba annaga sheegnay aragti la-aan mudnaansiinta dhismaha iyo maalgelinta ciidankii qalabka sida is-afgara siyaasadeed oo aan ka dhex jirin dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada qaabka baaxadda hanaanka sharci ee ciidanka xoogga dalka uu yeelanayo maamul goboleedyada wax badan aan ka ogaaday intaan ka shaqaynayay dhinaca kale united nationka markaa la kulanto runta gaaladay u sheegaan soomaalidu iskuma sheegaan waxaa la aaminsan yahay ciidanka xoogga dalka soomaaliya iga raadaa taliyihiisii meeshaan uu joogo inuu yahay ciidan beeleed maamul goboleedya saasay aaminsan yihiin mana ka qariyaan ajnabiga see looga saari karaa ciidan beeleed oo u noqon kara ciidan muuno qaran midda ugu muhiimsan waa midaas waxaasoo dhan marka maxaa asal u ah
إذا كان ترى بدنا كنتم كنوا هيسنو وأميسوم شن دولة دوت كجوجان ويراو حال قلي هاي لح دولة دوت مشارك يصير بعيسى هي لما هي أدود إيو إذا كان ترى بدنا الصومالي صدح يا حسن محي وحقه بلايين هل كان ربنا نجيك كده وهل كان وحي وحقه بلايين هل وحامقن وأكountability وأسلح حسابته أسلح حسابتك هي أساسه برلمانك برلمانكم محو حسابته ملاية برلمانتيرين هجري حنوم كده أوجاه وزير النقضي حنوم كده أوجاه أنا وزيره طوام بلا مشارك هذا نواركي أنا وحل لبانو سقال بلا مشارك هذا نواركي كوا حد كجرى برلمان كان سقال بلا مشارك ما قادني وعقيقة جردة حل لبانكم محو شقيلاية أكسبيرنس هي إني شيء إني كانوا وقتي وأنا حسوني أكلي وحو شقيلاية عرفتها وحيتر هذا دوع كلبك يطيعك إيه قاعد جيسي هكوا داعي حل لبان قرن أو مشاركي استقل كل جيل أو صبحي مركو صوكو الرادين هيا ماشو العك هيري لها ما بشي سكو دبري لها هوتال كو حنمن أو ننك هوتال كي اسكالي لايا بشي وارنا ماتي سادة حدي يكون هوتال هذا وغير مغاية سادة حكونا لقود دقيا مشاركي ننوا سادة حكونا سادة حدي يكون هذا كريدا هاي كان جيتك شباب اتاقيا أما داك حان اسكالتي تاينين تيسكو أمين وينان مدحتو إيدي اسكار جيفتا هربومني أو بابورك مركا مري ساعدة كسعوني زي. أسكرتي تاجنيدا شقي ويسي كوي جيفان نف بدني وجيلك إنا حرم أسكرتي نولا لا شقي ويسي دق حانتي أنا أمني كدقني ما دق حا أمني نغني الشباب ما أها أود سياسة ود كان كجرت أود إذا ما لها الشباب وحي يكون نوليهين غريفنس وحي يكون نوليهين النجع أقدر النور حيس يكون نولي الشباب إسكمهر كنا المامو قولي دولة ده الشباب إسكمهر كنا بلا سوماليه الشباب إسكام هركيان دولة دي دولة دريسكا الشباب إسكام هركيان دولة دي باش عالم أنك واي واحد سيستا الشباب وين رحت لهم يستنكلي مركب وحان ربا برلمانتيري أنك وحان إني بلنق هذا يا عدا ترى حكم كهذا سيسا إديك جعنتي نكون جرت كم جرت جعنا جنبي كم جرت جعنا كلاهتو إنه برلمان كبيس نقطة accountability سوء نقطة على وارين ومنان نسيدون تكوات برلمان إنه عقود يسي قنوي كيسهلو هذا يتعامل مشار هذا يتعامل عافية ماذا هذا يتعامل أمني أو كم راح بنا ناكره حافز كريم زراعي ملحوينا اللي ما رن سواه مركلان كلنا وزيرا سواه هذا عافية ماذا بعده وأنا عليه أتقطع هذا الأمان وبه أنت وأنا عليه أتقطع هذا وحير أو دتك طوالسينا كنت برتاء وبه أنت وأنا عليه أورادسا اللي ما ند إذا كن كلمة دكتور الدولة دريس كانا وعليين حافزيو شقالة قنوين كونستو وسفند الواحد اللي هذا كي إذا سنقوله اللي بانكو عليا بقولكم الله كونستو وفندنا أو كونستو مسجد وعوقفته وعليا شقالي استاف وعليا حافز وعليا بشار بقول الله تكون الله رصنة كي قاتو كفلا مركز أمدي زعوق بكرة لكن شعب الصوماليات إديكو إديا اللي بانده وحيهم موشنا كشقيان وحكلا مقبتان إذن كانوا والين قبل يا إني قبل إكزكتيف وهو إني قبل يا إن على حساب تنتانو جديدين وحكلا ما خذوا كلمات محيطها برلمان كل شقيق كره وإن أورجانيز جرينا سياسة ده سياسة ده أون نظام سن أون نظام إنه كليه أيام كل نظام كرنا وحرب قلب كي يقدم بيو أن تابنا إنه يهاي قلب كمسوق ماسوق إجر على هذا مسوق ماسوق أعلى الواجهة اللي وامد كرجالية دولة نمدينا مسوق ماسوق محو يا مرك مسوق ماسوق ولا منهم مسوق ماسوق أسكت عن مساكين تاعي وشقالها الدولة دي رنكي قد حقي يكون حافيسي دي جوغة اي كشاقيان و اي دانها مركي فضينا يا مشاركو دا قاتان وحيار كاي خدمانا يددك قاتان لغو مقا عاو مستوق ماسوق نمحوية هاي مستوق ماسوق نوحاو هاي متك سياسة دي سؤويا مت سياسة دي وحاوية هاي هادي كوح حكم كي قفصته و اسكود دا يدو انتي اس اباب الشو اما مقع الدينية هاي يالاتو اما مقع سياسة هاي يالاتو انا ايجا اوود اللور يجان مستوى ماسو قطرت على كاس واي وأنا مدة هذا جرت ودنا كوحال الرفيو جري كو يتوان كونتراكتي قد يجا ماذا حبنان سومالي إنترنشنال يكون الجيران كل يقول هالون غضالي مين لون غضي مجرو كل وحالون ناس نوجي دت قرابة أما دت إهل لون ناس نوجي تمنتود والله سؤالنا وعنك لو أجن هاي إن لسمي أول يردبها الله في الكونتراكتي راسي وحصوله هذا هي أريمها أو وحصلنا يكون زيران وحكم إذا سيدا عن شورها جريها عن شورها شتيها ترسمت عليها
استيكرات فيزوينكا ليسنكا بابورتا دابعادة باسبوركا نافضة مارك نافضة نضيفين تعاسمة تارجرة بابورتا خدمة جديدة كلها قادو ليرادو لا لا كي يلا انت صعدن وحا صعدن دادا لقول ناس نوجي انت كلمة مرتية كتا محاك يعني وحالا يسكو ديلا يواتاس هدي اوود الدولة دا كوح اما قبيل اسكو ديان ان يدنه هو دقار كاو استعمالان وحا ايمانا يا ان اي لباتك تمادو دفع كلان اي كجوابان وانا واحد دولة دي نيري وماشا ديو تاسا او بان مرك ان لغارتو مودان يال يمروي وحارا وينا كسو قبا قبير وفاتحة لنا عائلة مرتان سيقال طوان حل لبانو ديكي كترسن ولا ديلي وضيع كل انت وعيد بارتاني اسنجرين أقول تودي تاركو ذا كشقة هنا وحسي أدري إيش أنا مجرد مصير كسوين ودسوية قبيلة لما يستري هذا تاس تاين يدي كأني ديني سجال يتوان حلبان أفرتني إيش أنت رجال يستحفي ما يتكود ولا قتل أفسد لما هاي ما أنت مال جيران هذه تاس لما يستري إنه وارين كلاهتو هذه موادك سوما مسكين كا بس انت جيت كلوردكتي لليه تضوا دولار ام كويت 1 دولار بيحي حمالي الا بوركي جوغني هادو او بورصه دبر كو سو قاد 2.5 دبي لغا قادانينه حديتا دمهستركني تاس وايان درو وها ادي ات وحنون بدن ان 19 كاس دبا ادو كسو قاداي سنجير اد ما زدن كارن اي سنجير علمودي علم بركو او جيره حقوقودين قف رادينيسا اي سنجير مسير كاس وإنا أوجاتان دركاس قلبتك وحي أقول دجال لما يعني حقوق وقفك في جيجا الصومالية أما مذو أما مسلم كان محيطه ما هي نجعليه وحي كل شقيان إن درب جود اللوسو قلي درب جود إن اللوسو قلي وعلى لسه عطان سعودي جينا سوق بتاني إنجليزكا نللي راد مسعري أو أها معارض إللي يا ما مجري وما كو جون ميجر ما حدها لابد إلا باتن بليون دولار وهذه الكاس وهو كل يفتن عليه السعودية هي دولة إنجليز سعودي وحيد لأن هذا ربطان لابد تن إلا بدها سمي بليون إن هي ما مدل أن كل يفتنه وإن مس عليه معارضة قعدت نص وجلسان جون ميجر وزير الأمة جودة وحيد سكوت ذي إن قعدت وجلس لكن وأنا كان أصل حقنا يا قاضي إنجليز كأولى والديلة إنه مس على قانجلي وهو كل نك عقال كله هذو ما أنت نكاس العكو يفسد بري أنا وجو يفسد يا أولى مسعر وجوجيا حقوقه وحلاسينه يا لجوجا أما مارت من إنجليزا وهاي سنة هالك صاحبه كان سلمي لبعتن إلى بليون ودمام مديلا because إنه نكاس عرب كا السعودية بحثت كا معارك حقوقه يسهل قاديك إنجليزا وحقوق إلى لنا ما هي مسعر ودنيني وحقوق إلى لنا يتيس بدك دكاس حقوق إلى لها ومواطنين سواء مانت إسويان أو أي سافرين يان أو أي دورين يان رجس صومالي قد ما رؤيدينك أهل ما أنت مجرد ما أنت أدك رديسان إلهي وإن هرتا دارتي منه وإن إيجيسا وحان كعو سنية بلنقاتك أن سمينا أني بلنقات وحان كبرية إن أو إن كعو سنية إن أدك إسيسان بارلمانك دورشيدي سي كتمي دوان أغين وحي إهد بوغ بدنا كجري أدوك عباشة بدنا كموجي وحان كشغي دونا إن اعتراف دولدان تي إهسي لوفن يلابي طوان أول للمي إن أمريكا لسوء عليو وأن وضع شقين تا داش عالمك أن كشقيو دولة الاعتراف سنهاي برلمان الاعتراف سنهاي ومج اعترافك إلا وكو إلا بيتهم لإن أمكان نتيجة كسوا بعدين كوحر انتهاي إنه تيوهر النقون يسو إينا مد أيضا كدو النقون يسان وحي كوحر انتهاي نتيجة اعترافك أمريكا لو حين كوحر سنهاي إن أدكي إن إسيسان وحانا كشقي دونا برلمان شرف له وكرام له وددنم له وعقودي سهيستا إنه ودك أكي ماذا تاس مركز على دولة الصومالية كوة بكاس برلمان كاسلوه دولة المدن لكن أنت برلمان كلا ربو إن لو ما مشوا ما ركت نفجع ليسي إيو شحات إيوه مالنا سيو إيو عقوده لو ديدو دولة المدن مدوه ما أنت قعنتي إنك جرتا دولة المدن الصومالية بالله وجدي إذا ما تكذي ما أنت إنك هاي وحرجينا إن أرنتاس أديلي دونتان وما سنتي وسلام عليكم.